نادي دبا من أندية محافظة مسندم الجميلة، موقعة في ولاية دبا. تعتبر ولاية دبا من أهم المدن التي كان لها دور مؤثر في تاريخ محافظة مسندم بصفة خاصة، وتاريخ عمان بصفة عامة، والتي كانت تعد من المدن التجارية المشهورة في تاريخ شبه الجزيرة العربية وأحد أسواق العرب المشهورة. ولاية دبا فيها الكثير من المعالم الأثرية. ولاية دبا لها دور في التاريخ العماني الإسلامي، حيث خرج منها العديد من الشخصيات ضمن الوفد الذي خرج إلى المدينة المنورة لتقديم واجب العزاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبايعة الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولاية دبا قدمت العديد من الشخصيات التي كان لها دور في انتشار الإسلام، وفي مقدمتهم المهلب العمانيون الذين ارتبطوا كثيرا بالتاريخ هذه المدينة العريقة، حيث أن القائد العماني المهلب بن أبي صفرة، والذي استعان بقوم من أهل دبا في الفتوحات الإسلامية. كرة القدم في ولاية دبا لها أهمية كبيرة، خير دليل عندما سافر أهالي ولاية دبا إلى دولة الكويت في الستينات للعمل أو الدراسة لم يتناسوا معشوقتهم كرة القدم، فقاموا بتأسيس فريقين، فريق اسمه شباب البيعة وفريق الآخر اتحاد البيعة، وكانوا يشاركون في البطولات التي تنظمها الجالية العمانية للفرق العمانية. وعند العودة إلى أرض الوطن اندمج فريق اتحاد البيعة مع فريق شباب البيعة، وتم تشكيل نادي دبا في عام 1972، وبعد ذلك أعيد إشهاره في عام 2002. برئاسة نادي دبا الأستاذ عبد الله بن حمد الشحي، والذي من أهدافه الارتقاء بنادي دبا في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، وإشراف العديد من أبناء الولاية في المسابقات التي ينظمها النادي. تم تحقيق بعض الإنجازات في نادي دبا، الفوز ببطولة كرة القدم الشاطئية النسخة الثانية على مستوى أندية محافظة مسندم. وبالفعل نادي دبا في كل موسم يقدم مستويات متقدمة، وهو حاليا يلعب في دوري الدرجة الأولى، وأنا أتوقع شخصيا أن نادي دبا سيصل إلى دوري الأضواء في السنوات القادمة. نادي دبا قدم العديد من اللاعبين، البعض منهم يلعب خارج السلطنة والبعض الآخر يلعب في أندية مسندم. قدمت محافظة مسندم شخصية رياضية متميزة، إنه الأستاذ محمد بن سالم الشحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس لجنة تطوير كرة القدم في محافظة مسندم. نادي دبا لديه قاعدة جماهيرية تعشق كرة القدم، إنهم أبناء المهلب بن أبي صفرة نادي دبا.